السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي يكون عندنا ان شاء الله خبز الطبوط في الترموميكس. دونك هنايا انا ديجا درت المقادير ديالي، احتاجيت 750 غرام ديال لا فارين بلونش طحين ابيض، و 250 غرام ديال الفينو ولا السميده الرقيقه بزاف، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ولا الخميره المعجونه على حسب القياس اللي موالفين كديروا، ومعلقه ديال الملح على حسب الذوق بيان سور. ما كنديروا معاه لا زيت لا سكر. باغ كونطخ انا كنزيد واحد الاضافه اللي كندير ديما في الخبز ديالي، واللي هي البطبوط باردون، واللي هي لا بودغ دو لي، يعني نيدو، معلقه ديال النيدو. وهنا غنبداو على بركه الله. دونك كندير لو كوفركل وكنخلي هاد ما كنديرش لو غوبلي دوزور ديالي. دونك العجينه ان شاء الله غادي نعجنوها في الترموميكس. الوغ هنا غادي نجي ديريكتومون المود بيترين اللي هو هذا، صافي. وغادي نحرك لو مود بيترين ديالي، ما غاداش ندير واحد التوقيت اللي هو ما غنديرش نهائيا التوقيت، وغنبقى نزيد الماء من لوريفيس المدافي. طبعا القياس اللي غادي يعجن ليا البطبوط ديالي، ونبقى نزيد الماء بشويه بشويه. وغنحتاج انا داك العجين خصو يجيني شويه رطب، ما يكونش قاسح بزاف وما يكونش رطب بزاف، عاوتاني ما يكونش كيتلصق، ولكن العجين ديالي يكون مدلوك مزيان. نقدر ندلكو 5-6 ديال الدقائق، المهم عندي هو يكون مدلوك مزيان. كنبقى نزيد الماء بشويه بشويه، وهي راها كتدلك. المهم من مورا ما غادا تدلك ان شاء الله غادي نرجعو باش نوريكم القوام اللي خاصو يكون فيها على الاخر. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا، ها هي العجينه كيفاش خرجات في البول. هنا راه كيلو ديال العجينه. فوالا هنا غادي نحتاج شويه ديال الفينو باش غادي نقرص، وهذه هي العجينه ديالي كتخرج رائعه. دونك واحد لا ميثود باش نخرجوا العجينه من بلاصتها، سوا كنبقاو قابطين شويه الموس وكنبقاو نحركوا وندوروا فيه بحال هكا، سينا كنحيدو هذا وكنهبطو الموس لتحت، صافي وكنخرجو العجينه ديالنا. ها هي كتخرج رائعه رائعه، مدلوكه مزيان مزيان مزيان، ما قاصحاش وما رطباش، مي كتحسي بها فريمون مدلوكه. شفتي كيفاش كيبقى البول خاوي باش كتعرفيها انها فريمون ماشي كتلصق، حيت الا كانت كتلصق بزاف غادا تمحي لنا، اي دوكو ما غاديش نقدروا نفاسونيوها، وملي غادا تزيد تخمر غادا تطلق راسها وما غاديش يكون عندنا كيفاش نديروا مانيبيوليوها. ولكن هكذا كنريكوبيري داكشي اللي بقى ليا في لو كوتو بحال هكا، فوالا صافي. وكنبدا الفاسوناج اللي هو من اسهل ما يكون، هذا غير نقاد شي بليصه هكا فاش نحط فيها شي منديل، نحط فيه الكريسات ديالي من نقرصهم، صافي ان شاء الله ونرجع معكم. دونك هنا خديت غير هادي ديال السيليكون، صافي كتشوف كيفاش كنبدا كما كنقولوا كنقج في العجينه، صافي. وكنفاسوني لي بول هكا، فريمون العجينه مدلوكه واخده حقها في الماء واخده حقها في كل شيء. الخميره انا بوغ ان كيلو درت معلقه كبيره عامره ديال الخميره، صافي كنفاسونيها هكا، صافي تجيني كويره. وكنفندها في شويه ديال السميد شويه هكا. هاد الطريقه هادي انا ماشي ديالي بيان سور، وتا شي واحد ما عندوش شي طريقه، ما عندناش حنا في المغرب طريقه وحده ديال البطبوط ولا طريقه وحده ديال المسمن، كل واحد وكيبقى يجرب ويدير هكذا ويدير هكذا، مي ما فيها حتى شي باس الا قلنا راه هاد لا روسيت ماشي ديالي،
بيان سور انا كنتعلم وباقي كنتعلم ومازال غنتعلم ان شاء الله هاد لا غوسيت ديال المطبخ ام نور عائشه الله يعطيها صحيحتها على هاد لا غوسيت لي فريمون انا ملي جربتها مابقاش كتخطاني كنديرها بزاف 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 ماشي بزاف هادي باش اكتشفت لاشين ديالها حتى لا بغيتو تشوفوا لاشين ديالها قولوها لي نخليها لكم في صندوق الوصف فوالا دونك العجينه ديالي كيلو خرج ليا هاد لا كونتيتي كامله اللي انا غدا نغطيها بمنديل وغنخليها ترتاح فوالا نغطيها ونخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق باش ملي نجي نبغي نقرصها ما تعذبنيش وتطلق معايا بسهوله هنا البنات غادي نقرص كاع الخبيزات ديولي وغنخليهم يخمروا في واحد المنديل اللي يكون نفرش ليه لتحت يكون سخون وغنخليهم يخمروا لمده ديال ساعه تقريبا بين ما نتفخوا وداروا ديبول من الفوق فوالا البنات ها هو الخبيز ديالي ولا البطبوط ديالي خمر تشوفوه طلع فوالا دونك دابا درت المقله ديالي تسخن صافي وغدا نبدا نطيب فيه هنا عندي المقله دوجده ها هي كتسخن وهنا عندي شويه ديال الزيت وواحد لابغوس اللي باش غادي نبقى واحد البانسو باش غادي نبقى مره نرش شويه ديال الزيت كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو ونطيب يعني ضروري غير نقيطة من هذا الزيت ماشي بزاف باش نبقى نرش به مره البنات كيف ما كتشوفوا معايا يعني كيف ما شرحت لكم السر كله كان في الطياب يعني الطياب ملي كنبغي نهز انا ديك الخبيزه كنهزها غير بشويه ومنين نبغي نحطها في المقله نحطها عاوتاني بشويه وكنخليها تطيب على هذاك الظهر ديالها يعني انا ملي كنحطها في المقله كنحطها كيف ما كانت محطوطه فوق من المنديل كنحطها العافيه كتكون متوسطه مجهداش وما نزلاش كطيب مره واحده على الظهر ديالها من بعد ملي كنجي نهزها كندير واحد القريصه وكندورها وكنعاود نحطها عاوتاني بشويه هي راه كطيب غير مره واحده على هاد الوجه ومره اخرى على هاد الوجه وغير كتبان لي هذيك لا كولور اللون ديالها حتى كيتحمر صافي كنحطها ونرجعها كنحطها فوق واحد المنديل باش تبرد فوالا البنات الريزولتا فينال ديال البطبوط ديالنا كيجي اكثر 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 من رائع ومفشفش ورطب وزوين ومحمر من كاع الجويهات بداك ديك الزويته اللي كنديرو فوالا كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوهم بغيتكم ان شاء الله كاملين بكم تجربوهم وتذوقوهم وان شاء الله باذن الله ما غاديش يبقاو يخطاوكم فوالا ولا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش تخليو ليا ان كومونتير وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو عندي في لاشين هذه اول فيديو ديالي ان شاء الله وغادي يكون الجديد وملي كنقول جديد سي دي غوسيت لي ماشي داكشي اللي كيكون بزاف في يوتيوب اي سورتو ان شاء الله غادي نهضروا بزاف على لو تيرموميكس على لو روبو باسكو لاشين ديالي غادي تكون كتفوكاليز بزاف على لو روبو كنتمنى ما نكونش طولت عليكم نكون خفيفه على قلبكم ونهاركم مبروك والله يعاونكم خليتكم في امان الله مع السلامه